بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. العشرة يا أهلي، الله، ده احنا لسه واخدين التاسعة. أيوة، بس احنا اللي طماعين، وانت اللي علمتنا الطمع. الطمع في الفوز، الطمع في المكسب، والطمع في الفوز والمكسب من حقنا. ما انت اللي عودتنا، عودتنا على كل حاجة حلوة، عودتنا على كل حاجة تسعدنا، عودتنا على كل حاجة تفرحنا. والبداية من النهاردة، بداية التتويج بالعاشرة إن شاء الله، وكلنا ثقة في الله وفي النادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي، وانت قدها وقدود. ما احنا لسه واخدينها بالقاضية، وإن شاء الله ناخد العاشرة والنفس راضية. بس المهم البداية تكون زي النهاية، والنهاية أكبر بهجة وفرحة وحفاظ على اللقب. فأنت دايما الجدير والكبير والحاسم والقاضي في جميع البطولات. نادي القرن وبطل القرن دائما وابدا يسعد الجميع، وعلى المستوى الافريقي يسعد مصر كلها. فانت لنا مصدر البهجه والفرحه والسعاده يا صاحب السعاده. وزي ما قلنا النهارده، النهارده البدايه، وكل بدايه وليها نهايه، ومع الاهلي النهايه اجمل واروع. والبدايه اصل الحكايه، والحكايه تبدا من الثمانينات القرن الماضي، من سنة 1982، وأول بطولة إفريقية جابها أبطال النادي الأهلي. وتستمر البطولات الإفريقية تباعاً مع أساطير ونجوم الأهلي العظيم، وكل بطولة ليها حكاية ورواية، لحد ما وصلنا للتاسعة بالقاضية. وإن شاء الله أملنا إن احنا نواصل التميز والأرقام القياسية والحصول على العشرة في دولاب البطولات الإفريقية، ونحن جادرين بكده إن شاء الله. مين غير الأهلي يقدر يعملها؟ ده زي ما عودتنا دائما وكالعادة بالأداء الرائع والروح العالية، قادرين نحافظ على الأميرة الغالية. نخش بقى في الأجواء على طول، ونروح لمراسلنا فاروق صلاح من فندق الإقامة بالنيجر، نعرف منه آخر التفاصيل عن مباراة اليوم. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، كل التحية لكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من النيجر وبالتحديد العاصمة نيامي، مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي. وقبل دقائق ولحظات ما من توجه فريق النادي الأهلي لملعب المباراة، ملعب استاد سيني كونيتشي، ليستضيف أحداث اللقاء ومباراة الذهاب اللي بتجمع ما بين النادي الأهلي بطل مصر وسونيديب بطل النيجر في مباراة الذهاب لدوري أبطال إفريقيا لدور ال 32. خليني أقول لك كواليس اليوم واستعداد فريق النادي الأهلي، أطمنك وأطمن كل جماهير النادي الأهلي على استعداد فريق النادي الأهلي وحالة الجاهزية اللي عند لعبة النادي الأهلي بعد يعني سلبية مسحة جميع أفراد بعثة النادي الأهلي، الحمد لله. النهاردة تفاصيل اليوم، تناول لاعبو النادي الأهلي وجبة الإفطار في تمام الساعة 9 صباحا وكانت اختياري، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 11 والنصف ظهرا. في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه دلوقتي يا كابتن ايمن، المحاضره الفنيه للاعبي النادي الاهلي مع مستر كيفن جونسون اللي بيتولى القياده الفنيه في هذا اللقاء طبعا، ومعهم مستر بيتسو موسيماني عبر تقنيه الفيديو كونفرنس او الفيديو او الزوم. طبعا مستر بيتسو موسيماني خلال الايام الماضيه كان دايما في اجتماعات مستمره عبر تقنيه الزوم مع اللاعبين ومع الجهاز الفني للوقوف على كل كبيره وصغيره خاصه بالفريق وبعض الامور الفنيه، طبعا في ظل الغيابات اللي بيعاني منها فريق النادي الاهلي، خاصه غيابات مركز 10 النادي الاهلي بيعاني منه في هذا اللقاء، غياب محمد مجدي قفشه وناصر ماهر ووليد سليمان. وهل من الممكن ان النادي الاهلي يلعب بثلاثه في خط الوسط الدفاعي، خط وسط النادي الاهلي، او اثنين رؤوس حربه وتبقى طريقه اللعب 4-4-2؟ كلها امور يعني دار الحديث عليها خلال الايام الماضيه. قدر مستر كيفن جونسون طبعا هو يجرب اكتر من طريقه في التدريبات الاخيره لعبة النادي الاهلي، ويجرب اكتر من لاعب في مركز 10، وهل هنلعب بطريقه 4-2-3-1 ولا 4-4-2؟ ده اللي هنشوفه يعني خلال لحظات مع انتهاء المحاضره، ويعني وصلنا لملعب اللقاء وخروج التشكيل الرسمي للنادي الاهلي. هنا يا كابتن ايمن مقر اقامه بعثه الفريق النادي الاهلي، الاستاد بيبعد عن مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي بسبع دقائق. طبعا انطلاق المباراه يكون في تمام الساعه 3 عصرا بتوقيت النيجر، الرابعه بتوقيت القاهره. رحله العوده للفريق هتبدا عقب نهايه المباراه مباشره، هتوجه فريق وبعثه فريق النادي الاهلي للمطار ديوري هاماني، ومن ثم يعني انتظار الطائره والاقلاع والعوده من جديد باذن الله الى القاهره. ان شاء الله نرجع منصورين. خليني اقول لك درجه الحراره
الحرارة النهاردة يعني في الوقت اللي بكلم حضرتك فيه دلوقتي يا كابتن أيمن درجة الحرارة 38 درجة مئوية. طبعا كان ليا كلام مع طبيب تغذية النادي الأهلي الدكتور عبد الرحمن سعيد على طبعا أنت عارف يا كابتن أيمن يعني واحد من نجومنا الكبار، عارف إن درجة الحرارة المرتفعة وارتفاع نسبة الرطوبة في نوعية وجبات معينة، نوعية غذاء معين، نوعية مشروبات وسوائل معينة بتبقى يوم المباراة، كل الأمور على ما يرام. ان شاء الله يتبقى توفيق ربنا ان شاء الله، وربنا يكلل مجهود لاعبي النادي الاهلي بالانتصار والفوز في هذا اللقاء، تحقيق نتيجه ايجابيه، من ثم ان شاء الله تحقيق النتيجه في مباراه الاياب، ومن ثم ان شاء الله الصعود لدوري المجموعات، وان شاء الله تكون بدايه البطوله العاشره من هنا من النيجر. دي كانت كل الكواليس، كل التفاصيل الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي قبل لحظات من التحرك الى استاد سيني كونيتشي اللي هيستضيف احداث اللقاء. بالمناسبه يا كابتن ايمن هو استاد بيتسع ل 35000 متفرج، لكن طبقا لقواعد وقرارات الاتحاد الافريقي المباراه بدون جمهور، هيقتصر الحضور الجماهيري على 150 فرد سواء من جانب النادي الاهلي بعض من افراد الجاليه المصريه او العربيه وبعض الجماهير او بعض المرافقين لفريق سونيديد. دي كل التفاصيل، كل الكواليس من هنا من العاصمه نيامي عاصمه النيجر. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. وزي ما شفنا جميع الاجواء مهيئه لنادي الاهلي انه يقدم عرض جيد واداء ونتيجه كويسه ان شاء الله. وزي ما احنا اتفقنا وقلنا في البدايه، بداية التتويج بالعشرة بتبدأ من النيجر، تبدأ من النهاردة. أنا عارف ماتش النهاردة مش سهل طبعًا، ليه بقى؟ لأن الأهلي بيعمل حساب لأي فريق. أي فريق بيلعب مع النادي الأهلي ما بيلعبش معاه غير على الفوز وبس، على ملعبك أو خارج ملعبك، دايمًا النادي الأهلي بيرفع شعار الفوز فقط، مهما كانت قوة المنافس سواء قوي أو ضعيف أو متوسط، الأهلي دايمًا جاهز. ورغم الظروف اللي حضراتكم عارفينها طبعا بغياب 8 لعيبة بسبب الإصابة العضلية وعدم الجاهزية وكورونا، وأيضا غياب مستر بيسو ميسوماني لإصابته بفيروس كورونا، ولكن الأهلي زي ما قلنا دايما وزي ما بنقول دايما بمن حضر فهو جاهز إن شاء الله لهذه المباراة بقائمة حضراتكم عارفينها كلها رجالة، كلنا ثقة، وثقة الجماهير كبيرة جدا 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 في لعيبة النادي الأهلي على مدار جميع الأجيال لتحقيق الفوز النهاردة. والنهاردة البداية زي ما قلنا، النهاردة الأهلي هيبدأ مسيرة البطولة العشرة، البطولة اللي إن شاء الله يبقى لينا نصيب ليها في النهاية بإذن الله، ضربة البداية واللي هننقلها لكم حصريا على قناتكم المحببة قناة الأهلي، والمشاهدة والشهادة على الأرقام القياسية اللي حققها المارد الأحمر في مشواره الأفريقي من ساعة ما بدأنا أول بطولة سنة 82 حتى الآن، وجميع الأجيال اللي ارتادت الفانيلا الحمراء كان ليها دور كبير جدا في البطولات اللي أصبحت حديث العالم. فالأهلي صاحب الأرقام القياسية في كل بطولة، كل بطولة بيشارك فيها على مستوى مصر وأفريقيا، أفريقيا كلها بتتكلم أهلي، أفريقيا كلها هتشوف ضربة البداية النهاردة للبطل وحامل اللقب. النهاردة هتكون البداية من النيجر. إحنا بنحترم كل المنافسين ولكن إحنا البطل، إحنا أصحاب الأرقام القياسية. إن شاء الله بإذن الله تكون البداية النهاردة، والأهلي كما عودنا هو صاحب الأرقام القياسية، الأهلي هو الكبير وهو نادي البطولات، نادي وراه جمهور عظيم ورموز رائعة ومجالس إدارات على أعلى مستوى. والنهاردة ضربة البداية لحصد الأميرة العاشرة إن شاء الله، إن شاء الله تكون بداية موفقة والفريق يحقق الفوز. وعشان ندخل في أجواء المباراة على طول هنقول لكم بجانب مباراة النادي الأهلي النهاردة في أكتر من مباراة في دور الـ 32 في الذهاب، معانا المريخ السوداني مع إنيمبا نيجيريا، معانا نيكانا ريد ديفل زامبيا، بيترو أتلتيكو أنجولا، معانا بلاتينم زيمبابوي مع تسيمبا تنزانيا، سوني ديب النيجر طبعا مع النادي الاهلي النهارده، بونجويدي الجابون مع مازيمبي من الكونغو، اتشانتي كوتوكو غانا مع الهلال السوداني، كايزر تشيفز جنوب افريقيا مع بريميرو دي اوغوستا انغولا، الملعب المالي مالي مع الوداد الرياضي المغرب، الاهلي بنغازي ليبيا مع الترجي الرياضي التونسي، راسن كلوب ابيجان كوت ديفوار مع حوريه غينيا، الغزالة تشاد مع زمالك مصر، وانسحب الفريق التشادي لأنه ما جاش القاهرة، وشباب رياض بولزداد الجزائري مع جورماهيا الكيني. هي دي المباريات اللي هتتلعب النهاردة بجانب مباراتنا
مباراة النادي الأهلي وبطل النيجر سوندي. نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكرام، كابتننا الكبار كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، كابتن هاني العجيزي، كابتن عادل عبد الرحمن، والحديث عن مباراة اليوم. أرجوكم انتظرونا. We'll be right back.
بنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده الكابتن علاء مهيوب. اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا كابتن. كابتن اسامه عرابي اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. كابتن عادل عبد الرحمن اهلا وسهلا بيك. كابتن اهلا. كابتن هاني عجيزي اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. كابتن علاء، النهارده ضربه البدايه لبطوله افريقيا اللي ان شاء الله تبقى العاشره للنادي الاهلي باذن الله، وانت ليك ذكريات كتير مع ضربات البدايه، يا ريت تقول لنا احلى ذكرياتك في بدايه مشوارك مع النادي الاهلي الافريقي. زي ما قلت يا ايمن، بدانا البحث عن العاشره خلاص، التاسعه اتنست بذكرياتها الحلوه خلاص، ما فيش حد من جماهير الاهلي بيفكر في التاسعه دلوقتي، كل تفكيرنا ان شاء الله النهارده بدايه البطوله العاشره، ودايما مهمه البدايه اهم حاجه. انا بس اقول لك بسرعه كده، كانت بدايتنا في اول بطوله اخذناها سنه 82، بس كانت بدايه متعثره جدا. كنا بنلعب فريق اشغال الصومالي، وفريق متواضع طبعا، تعادلنا هناك 0-0، وفي القاهره هنا كان الموضوع كان منتهي تماما، يعني هنكسب 4-5 زي ما انت عايز كويس، ولعبنا طبعا بالتشكيل الكامل بتاعنا. عايز اقول لك ان احنا ادينا المباراه كميه فرص ضايعه وحظ مش طبيعي، ضربة جزاء جت كابتن رمزيت ضيعها. انت بتقلقنا ولا ايه؟ لا انا بقول لك على ذكرياتي، انت قلت تقول لي ذكرى، قلت لك دي اول البدايه بتاعتي انا. ضربة جزاء، لا ده كان هنا مش هناك. ضربة جزاء كان طاهر رمزيت ضيعها، ونادرا ما يضيع طاهر. طبعا. لحد بالظبط الدقيقة 91 ضربة ركنية اترفعها كابتن مصطفى حسام البدري، انا 1-0. دي كانت أول مباراة من الإشغال الصومالي. كانت انا بالنسبه لي طبعا كانت الحمد لله ذكرى حلوه قوي، ده كان اول هدف ليا في البطوله واللي تاهلنا بيه للدور اللي بعديه، لكن بعد كده اعتقد ان الامور كانت سهله لحد ما وصلنا لنهائي كتوكو، والناس كلها طبعا عارفه المباراه كتوكو اللي حصل فيها، لكن بتمنى ان شاء الله النهارده تبقى البدايه اسهل ان شاء الله، ان يعني نخلص المباراه ان شاء الله النهارده ان شاء الله، اساس مباراه العوده تبقى الامور سهله باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه، طبعا ليك صولات وجولات في البطوله الافريقيه مع النادي الاهلي، ولكن برغم الفوارق انما دايما البدايه ليها طبيعه خاصه. ما فيش شك، يعني الخبرات هتبقى كبيره جدا بين الاهلي وسنديب النيجر، ولكن احيانا البدايات بتبقى صعبه. طبيعي الفوارق دي تحسم اللقاء من هناك للنادي الاهلي، وما يبقاش محتاجين الماتش اللي هنا يبقى يعني تحصيل حاصل، لكن احيانا بيحصل انه بعض المفاجآت، تعادل، لا قدر الله تخسر 1، حصلت معانا طبعا في بعض البطولات يعني، ولكن سهل نسترجع الموضوع تاني، يعني حتى لو بيحصل مفاجأة سهل نسترجع الموضوع. اللعيبة لما تاخدش الامور ب يعني استرخاء او كده كده احنا بطل يعني افريقيا واستسهل الماتش، لكن لو لعبوا بجديه اعتقد ان شاء الله، يعني بس الملعب يكون كويس اعتقد ان شاء الله نقدر نكسب هناك ونحسم اللقاء من الاول يعني باذن الله ان شاء الله. كابتن عادل، ضربه البدايه دايما واحنا لعيبه كانت بتفرق كتير جدا في مشوارنا وتكمله المشوار. اكيد. قول لي بقى ذكرياتك مع ضربه البدايه مع النادي الاهلي مشوارك الافريقي. يعني يا كابتن، انا عايز اقول لحضرتك قبل ما اقول ذكرياتي اقول لك طبيعه المباريات والادوار دي. الادوار دي ادوار التحفظ للفرق الكبيره. لانك انت عندك مشكله كبيره قوي انك بتلعب فرق مش باكي على حاجه. اولا انت بتلعب فريق بيلعب بطل افريقيا السنه اخر نسخه. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو الاجواء بتبقى مختلفه لان انت واخد على الاجواء الصحيه للملاعب الجيده، اللعب الغير عشوائي، الفرق اللي بيلعبك في البدايات بتبقى اضعف فبيتعبوك فنيا، فعشان كده ده دور الحذر بتاع الانديه الكبيره بالذات، لانه ممكن تقع. يعني احنا بدايتنا احيانا كانت في البدايات بتبقى انت خارج من فتره اعداد، في هنا تغير موجود في فيروس كورونا، في تغير، لكن انت كنت الاول بنبدا من اول فتره الاعداد بتاعتنا، يعني الـ كنا بنلعبها بدون ما بنلعب بطولات في الدوري، لكن انت دلوقتي واصل لانك في التوب فورم بتاعك كويس، فالحذر. يعني يمكن اقول لك احنا مره كنا بنلعب فيلا الاوغندي برضو من الفرق اللي كانت ضعيفه، وحصل استهتار ما هنا في مصر، ضيعنا من ايدينا جوان كتير قوي، عشان كده بقول لك الحذر 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 في الادوار اللي زي دي. محتاجين ان النادي الاهلي يعدي الدور ده وباقل خسائر من اللاعبين، علشان هي دي المشكله. انت بتلعب فرق
هتلاقي العنف عندها كتير قوي النهارده، عشان كده تلاقي فيه الموسيماني ممكن يكون ريح لعيبه كتير. ولكن قبل ما اتكلم في حاجه فنيه بقول لك انه دي ادوار الحذر، ادوار الحذر انك انت تلعب مباراه جيده هناك وتيجي هنا عشان تعدي الدور. كابتن هاني، كابتن عادل بيتكلم بيقول ان المفروض النادي الاهلي بيلعب بحذر وتحفظ، وانا من وجهه نظري شايف العكس، ان النهارده الضغوط ما بتبقاش واقعه على النادي الاهلي، الضغوط واقعه على الفريق الاضعف او الفريق الاصغر. طبعا الكره فيها مفاجات وتعودنا ان ما فيش مباراه سهله، ولكن من وجهه نظري شايف ان الحذر والتحفظ هيكون من جانب الفريق النيجر. اكيد يا كابتن، وشفنا كمان الكلام ده في تصريح رئيس النادي بتاع سونوديب، اتكلم وقال ان احنا عندنا يعني احنا شرف كبير ان احنا نلعب النادي الاهلي بطل افريقيا 9 مرات. ده يدل فعلا النادي الاهلي اكيد مش هيبقى عليه عبء كبير في المباراه قد فريق النيجر. يعني النادي الاهلي طبعا رايح وهو حاصل على اللقب اخر نسخه، واعتقد ان المباراه بالنسبه له مش هتبقى صعبه زي فريق سنوديب. النادي الاهلي طبعا اكيد بياخد المباريات اللي هي في الاول دي يا كابتن ايمن بياخدها برده يعني بحذر برده، اكيد لان انت رايح برده بتلعب فرق انت ما تعرفش عنها حاجه، بتبقى لسه تقريبا يعني فريق سنوديب تقريبا بقى له 7 سنين بس، بتاسس 2014 وشارك على فكره 3 مرات في بطوله افريقيا وشارك في الكونفدراليه، وفريق تقريبا يعني في خلال فتره قصيره بدا ان هو يخش في بطوله افريقيا وبدا يلعب فرق كبيره زي النادي الاهلي. فاعتقد ان المباراه بالنسبه للنادي الاهلي مش هتبقى صعبه، هي بس الاجواء هناك هي ممكن يكون سوء ارضيه الملعب هي اللي هتبقى عائق للنادي الاهلي، وممكن تقريبا الجو ما اعرفش الجو هناك عامل ايه بصراحه، لكن المباراه هتبقى بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى سهله، لان طبعا انت بتلعب ماتش الماتش اللي هناك الاول ماتش هناك، تاني ماتش هيبقى عندك في ارضك، فاعتقد ان المباراه يعني الامور هتبقى سهله بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. عايزين ننوه ان المباراه مذاعه على قناه الاهلي، وبالنسبه لمواقع السوشيال ميديا المباراه مذاعه على قناه النادي الاهلي على اليوتيوب. كابتن عادل كان عندك تعليق على كلام الكابتن هاني؟ لا يعني انت كابتن ممكن تكون الامر فهمته من عكس شويه، انا مش بتكلم ان النادي الاهلي يكون حذر في، انا بتكلم في مجموع المباراتين، بتكلم في الفرقه اللي بتبقى اضعف منك دائما والفرقه اللي بتلعب الفرقه الكبيره ما عندهاش حاجه تبكي عليها. عشان كده الضغط ما بيبقاش عليها هي، الضغط بيبقى على النادي الاهلي. زي ما انت تيجي تقول ايه مثلا فرقه النادي الاهلي دلوقتي هتلاعب، بتلعب في قبل النهائي، قبل النهائي الفرقتين وصلوا قبل النهائي. انت حتى في التصنيف اللي انت بتصنفه لما بيجي يلعبوك في الادوار التمهيديه بيدوك فرق قليله اصغر مش القرعه، لا عمرك ما طلعت مع الترجي في الدور ال 32، عمرك ما طلعت مع النجم الساحلي. عشان كده بقول لك المباريات دي الحذر للفرقه كمجموع مباراه ان احنا نعدي الدور. لان في صعوبه، فاكر البني الاثيوبي برده كان في صعوبه. ففي حاجات في امثال قدامنا احنا كخبرات احنا شفناها بعينينا يعني بعينينا، وممكن شويه عاوز اقول لك شويه اهمال او عدم حذر ممكن يقعدك سنه تستنى بطوله افريقيا تاني. حصلت معانا كابتن ايمن برضو في 2009 كانت اخر سنه لمستر مانو جوزيه قبل ما يرجع تاني النادي الاهلي، كنا بنلعب كانو بيلرز وتعادلنا هناك 1-1، كنت انا اللي جبت الجول، وجينا في القاهره تعادلنا 2-2 وخرجنا من بطوله افريقيا، رحنا لعبنا كابتن علاء في انجولا كونفدراليه في انجولا، وبرده خسرنا وطلعنا من بطولتين في سنه واحده. عشان بقول لك كده كل ده عشان انت اللي جبت الجول. لقيته مجابه قدامنا وصول حافله الاهلي لملعب المباراه حصري لقناه النادي الاهلي. عندنا التشكيل الفريق النادي الاهلي النهارده، هناخد رايكم فيها كباتن، وهنتكلم على التشكيل النهارده. التشكيل يمكن فيه تغييرات كتير، وزي ما احنا عارفين في غياب يمكن 8 لعيبه النهارده. كابتن علاء، ال8 لعيبه اللي هيتغيروا النهارده هل ممكن يكونوا مؤثرين على نادي الاهلي؟ مش التاثير الكبير ايمن، ان حظك الحلو انك تلعب فريق اقل منك في كل حاجه اكيد يعني طبعا فنيا وبدنيا وكخبرات والضغط اللي بيتكلم عليه عادل وكلام عليه اسامه. اعتقد لعيبه النادي الاهلي موضوع الضغط او رهبه الماتشات دي اعتقد هم عدوا المرحله دي اكيد من زمان. طب ما تيجي نقول التشكيل ونشوف. ماشي،
معانا الشناوي في حراسة المرمى، بيكهام ناحية اليمين، محمود وحيد ناحية الشمال، الاثنين اللي في القلب بدر بنون، ياسر إبراهيم. نص الملعب ثلاثة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج. قدامهم طاهر محمد طاهر، محمد شريف، محمود كهربا. مرة تانية، الشناوي، بيكهام، بدر بنون، ياسر إبراهيم، ناحية الشمال محمود وحيد. ثلاثة في نص الملعب، أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج. ثلاثة اللي قدامهم طاهر محمد طاهر كهربا وراس حربة محمد شريف. وأنا كنت هسألك على حاجتين بس، هي التشكيلة كده بترد. بالنسبة للغيابات، هل المجموعة اللي موجودة قادرة على تعويض الغيابات ديت؟ كنت هسألك عدم وجود صانع ألعاب زي أفشة أو ناصر ماهر، هل ممكن النهاردة مستر موسيماني أو البديل أو اللي بيقود النهاردة يغير طريقة اللعب؟ على الورق أنا عندي 4-3-3، وأنا عندي على الورق ما فيش غير طريقة لعب. اللي هيلعب تحت راس حرب هيلعب حمدي ويثبت ديانج ويثبت أكرم، وهيلعب حمدي فتحي ومكان مكان عشرة زي ما بيقولوا. كويس. أرضية الملعب يا أيمن النهاردة مش هتحتاج صانع العاب او بالشكل اللي انت عايزه، هتخليك تلعب كوره كويس. يعني كورتك الحلوه اللي انت متخيلها النهارده، دايما احنا على مر الاجيال كلها دايما باول حاجه بسال على ارضيه الملعب عامله ايه. صح. ان انت فريق بتلعب كوره على الارض، مش فريق انت ولا هجمه مرتده. مزبوط. ولا كور طويله ولا حاجه خالص، بتحب تبني الهجمه، بتحب تستغل كل مهارات لعيبتك، عشان كده دايما بتسال على الارض. ارضيه الملعب على حسب ما شفت كده في اللقطات اللي جابتها قناه النادي الاهلي، ارضيه مش حلوه. في حته صانع العاب في الارضيه دي مش هتحتاجها قوي. أيوة. او مش هيبقى مفيده قوي، لكن هو النهارده مكثف نص الملعب. خليني اقول لك كمان الاحتياطي بالمره. اتفضل. في الاحتياطي هيبقى علي لطفي لحراس المرمى، وايمن اشرف، صلاح محسن، احمد ياسر ريان، جيرالدو، محمد هاني، سعد سمير، وخرج من القايمه علي معلول، محمد شكري، مصطفى شوبير. اتفضل يا كابتن. هو علي معلول بس عايزين نطمن اذا كان في حاجه ولا او مريحهم، فدي هنعرفها، هنعرف من مراسلنا ان شاء الله فاروق صلاح. لكن زي ما بقول لك يا ايمن، هو مكثف نص الملعب على قد ما يقدر، عايز برضو يحاول يمسك كوره، ويسيب حمدي فتحي حته حريه، حمدي فتحي حته حركه ورا محمد شريف. وحمدي فيه ميزه، بيعرف يتقدم خلفهم كويس قوي، عنده الكوره عرضيه، بيستعمل ضربات الراس بامتياز. هيبقى هو محمد شريف عندك اثنين كويسين جدا، وعندك كهربا، وعندك ناحيه ثانيه محمد طاهر برضو التكمله العكس. التغيير مثلا وحيد مش هيبقى فيه جامد اول حاجه جامد النهارده، احمد رمضان النهارده هو قدمه مباراه سابقه بعض الدقائق، ودي تبقى على فكره كانت حاجه ذكيه جدا منه، هو بس ياخد الاحساس ان هو مع فريق النادي الاهلي. بدا بيه النهارده، بيريح محمد هاني وريح معلول. انا بحترم قوي التفكير ده، انك تريح اثنين من الناس لعبت كتير قوي معاك، وبتلعب اثنين انت شفت الفرقه كويس قوي، عشان كده انت ما جذبتش كل اوراقك. ريحت علي معلول، مش هيحصل حاجه، نفس كمان محمد هاني، وبتدي فرصه او ثقه لاحمد رمضان. وعلى الجانب الاخر محمود وحيد، انا شايف ان هو كل ما بيبدا او بياخد وقت حتى قصير مفيش مشكله خالص، الراجل بيأدي كويس جدا. وجود النهارده طاهر محمد طاهر زي ما اتكلمنا في الاستوديو اللي فات ايمن، وقلنا هو كان مستبعد بس عشان كان عنده حراره زياده، مش كانتش رؤيه فنيه او حاجه من مستر موسيماني. على الجانب الاخر كهربا ماشي كويس جدا، فورمه كويسه، على طول بيحرز اهداف، وجوده مهم جدا. محمد شريف يعني احسن تقديم لجماهير النادي الاهلي. محمد شريف ما شاء الله حافظ على مكانه كويس قوي، راجل هداف، بيعرف يجيب جول كويس قوي. اعتقد محمد شريف وجوده مفيد للنادي الاهلي، ومفيد لي، ومفيد لكل الناس بتلعب مكان محمد شريف حته المنافسه دي، ودي حاجه كويسه جدا. صحيح. نروح لتقرير المباراه، والاهلي يبدا رحله البحث عن نجم العشرة، ونرجع نواصل كلامنا مع نجومنا الكبار. يستهل فريق الكرة بالنادي الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا عندما يلتقي مع فريق سونيدب بطل النيجر في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء باستاد الجنرال سيني كونتشيفي في نيامي عاصمة النيجر، وهي المباراة الأولى للمارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها الأهلي يوم 27 من نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف. ويدخل الأهلي مباراة اليوم دون عدد كبير من لاعبيه للإصابة،
حيث يفقد الثلاثية محمد مجدي أفشة وعمر السلية ورامي ربيعة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إصابة كل من وليد سليمان ومروان محسن في الركبة، بخلاف إجراء حسين الشحات جراحة منذ أيام في إصبع القدم. كما يغيب جونيور أجايي للإصابة في الوتر الوحشي، فضلا عن غياب ناصر ماهر لإصابته بخلع في الكتف خلال مباراة المقصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز. وحرمت الإصابة بفيروس كورونا كذلك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق. وحرص كيفن جونسون المدير الفني المؤقت للفريق على التحدث مع لاعبي الأهلي بشكل مكثف عن مباراة اليوم، وطالبهم بضرورة التركيز منذ انطلاق المباراة وعدم الاستهانة بالخصم. ويعول الأهلي في مباراة اليوم على أكثر من لاعب رغم الغيابات الكثيرة التي تضرب الفريق، ويأتي في مقدمة مفاتيح لاعب الأهلي علي معلول ومحمد شريف وصلاح محسن وآليو ديانج وحمدي فتحي والمغربي بدر بانون وأيمن أشرف والحارس المتألق محمد الشناوي. في المقابل يتطلع بطل النيجر لتحقيق نتيجة جيدة أمام حامل اللقب رغم صعوبة المهمة، ويحلم أوجبا محمد بشار المدير الفني لفريق سونيداب بالتألق أمام الأهلي مستغلا عامل الأرض لصالحه. وتحدث أوجبا عن مباراة اليوم قائلا: أعلم تاريخ الأهلي الكبير، لذلك مواجهته ستكون حافزا لنا لتقديم أفضل ما لدينا، لأن الأهلي بطل إفريقيا، لكننا سنلعب دون خوف وسنبحث عن التأهل. كابتن سما، رؤيتك لتشكيل النادي الأهلي النهاردة خصوصا في غياب بعض العناصر الأساسية؟ غياب بعض العناصر الأساسية بيخلي مستر موسيماني او اي مدير فني حاجه من اتنين، يا بيغير في لعيبه يا بيغير في اسلوب لعب. هو النهارده انا اتوقع انه طبعا غير في افراد، واعتقد انه ممكن يلعب 4-3-3، يعني ممكن يلعب الثلاثه اللي في النص، ديانج قدام المدافعين ويمينه اكرم توفيق وشماله حمدي فتحي، واثنين تحت واحد اللي هم طاهر وكهربا تحت محمد شريف. يعني مش هيثبت واحد اساسي في مركز 10؟ ما اعتقدش. ممكن تحصل زي ما كابتن علاء قال، مين اللي يعملها؟ حمدي فتحي اقرب واحد في دول. يعني اكرم توفيق مش بتاعته خالص. وديانج شفناه لما بيلعب ناحيه حتى مستر فايلر قبل كده لعبه ناحيه اليمين، بيحاول وبيقاول لكن مش بيقل يعني هو في العمق. لكن حمدي هو اقربهم اذا لعب بالاسلوب الطبيعي بتاعه 4-2-3-1. بس انا متوقع النهارده انه يلعب 3-1 قدام المدافعين، وواحد يمين واحد شمال، اللي هي 4-3-2-1 او 4-5-1. دي بنلجا ليها في ماتشات، يعني احنا في افريقيا او في بعض ماتشات الدوري العام واحنا شغالين كنا ساعات بنلجا لكده. يعني في ماتشات كتيره لعبناها في افريقيا كنا مثلا لما كان موجود احمد فتحي وحسام عاشور وحسام غالي كنا بنلعب مثلا ثلاثه في نص الملعب، واحنا رايحين مثلا نلعب الترجي التونسي، واحنا رايحين نلعب في الوداد، واحنا رايحين يعني حصلت. مستر موسيماني ما عملهاش قبل كده، اذا عملها هتبقى اول مره. ممكن الغيابات اللي عنده خليته يلجأ لهذا الوضع. احنا لسه هنشوف يعني الترصيصه بالظبط في الملعب، بس انا اتوقع ان ممكن تبقى كده 4-3-3. ممكن يلجأ ليها في بعض الاحيان، وعنده التغيير. يعني افرض هي ما نجحتش او ما كانتش ماشيه زي ما هو عايز، ممكن جدا يروح مقدم حمدي فتحي تحت مع طاهر وكهربا تحت محمد شريف، يعني يبقى فدي ممكن يلجا لها. اعتقد التغييرات كمان الكتيره اللي حصلت مش بس بسبب الكورونا او غيابات زي عمرو السوليه ومجدي قفشه والاصابات زي وليد وناصر والكلام ده، لانه هو حتى ناس من الاساسيين هو مريحهم بالظبط. يعني هو حتى مريح محمد هاني وايمن اشرف اللي هم اساسيين الفتره اللي فاتت كلها معاه،
ومعلول بره خالص. بره خالص ده معلول بره خالص يعني لو مش مصاب يعني ده حطه بره خالص مزبوط. كمان مزبوط. وكمان حاطط ايمن وهاني اللي هم الاساسيين ده دليل ان هو احساسه مش مصاب ده بيريحه بس طيب يبقى ده دليل ان هو احساسه لما اتفرجوا على الفرقه ان هي مش بالقوه اللي تخليه يقلق قوي خاصه ان كمان عندك ماتش عوده في القاهره سهل جدا تكسبه بسكور لو الموضوع ده او الوضع ده كان ضد فرقه تانية يعني مثلا افرض هتروح تلعب الوداد في المغرب او ترجي في تونس او مازيمبي مثلا ما كانش هيلجأ لهذا التغيير كله مش ممكن كان يلجأ مغير محمود وحيد باك ليفت بقى له فتره ما بيلعبش وبيكام جديد بيلعب باك راي ياسر ابراهيم ياسر طبعا كان من الاساسيين بس قاعد بقى له فتره مش ممكن كان هيلجأ لتغيير ثلاثه في خط الدفاع وهو احساسه ان الفرقه دي يعني قويه جامدة. او كده فانا اتصور انه مع الغيابات اللي غصب عنه للكورونا والاصابات قوه الفرقه الاخرى بالنسبه لمستر موسيماني خليته برضو يلجأ كمان انه يريح بعض العناصر الاساسيه في الاحتياطي او بره زي علي معلول كلام الكابتن اسامه كابتن عادل يقول لك ان مستر موسيماني واخد القرار من فتره تمام ولكن قبل السفر يمكن بيوم او بيومين فوجئنا كلنا ان في ثلاث لعيبه من ضمنهم اثنين اساسيين جالهم كورونا الفتره اللي هي ما قبل المباراه تفتكر ان مستر موسيماني فعلا كان بيحضر الفريق دوت بالتشكيل دوت انه يلعب ماتش النهارده يبتدي ماتش النهارده لا انا افتكر انه بيبقى على اخر حاله بتاعه اللاعبين بيأجل التشكيل دائما ما تقدرش تعمل استراتيجيه اللاعب بعد اسبوعين هلعب بمين انت بتعمل فكره عامه ولكن قبلها بيومين ثلاثه بتشوف ممكن توصل لانك تعمل خلاص التمرين الاساسيه او الشكل الاساسي بتاع فرقتك واحد بيتعور حد عشان كده انت ما تقدرش انك انت تبين الفرقه في الوقت ده لانك لو بينت الفرقه افرض واحد جاله زي اللي جالهم كورونا الناس اللي مش هتلعب هتدخلهم يلعبوا فتبقى فيها حاجه نفسيه لكن خليني اقول لك كلام الكابتن علاء والكابتن اسامه تمام قوي في حته التشكيل يعني لسه هاني ما اتكلمش على حته التشكيل وهيلعبوا ازاي لكن انت كلام مظبوط ولكن هي اهم نقطه من وجهه نظري ان موسيماني عملها ارضيه الملعب الكره الثانيه السكن بول عشان كده ملى نص الملعب الثلاثة بتوع نص الملعب أكرم وحمدي فتحي وليو ديانج محطوطين علشان اللعب النهاردة هيبقى طويل كله اللعب هيبقى كله فيه لعب طولي لأن الملعب ما يخلكش أنك تحضر والفرقة مش تقدر تحضر الفرقة حتى كلعيبة الكواليتي بتاعتهم مش تعرف يحضروا فهيلعب اللعب الطويل وهيجي اللي هو الضغط البريشر عليك بعد عشان كده أنت مستني الكرة التانية دي وبعدين حتة أنك أنت مع فرق عشان كده يا كابتن وانا بكلمك الحذر بقول لي لانك بتلعب فرق مش تكتيكيا عاليه بيبوظوا لك اللعب فعلشان كده هو اصلا لعبهم بطريقه ايه هو ما فيش حاجه اسمها سيستم اللي عامله يعني انت بتتكلم على 4-3-3 4-2-3-1 يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده لكن هو الفكره الاساسيه ان الملعب سيء فهو عاوز يقرب المسافات ما بين اللاعبين عاوز يخلي في سرعات قدام علشان يسحب الفرقه عشان كده محمد طاهر وكهربا وشريف عشان يبقى عندهم سرعات عشان يبقى الهجمه المرتده الحاجه المهمه اللي انا عايز اقول لك عليها عشان يضغط على مين عندهم من افضل اللعيبه الباك رايت بتاعهم لعيب كويس عنده 31 سنه لعيب مش بطال اسمه قادر لعيب كويس بيعرف يكمل وبيعرف يشتغل وده اللي عنده بس الخبرات الحته اليمين فممكن تلاقي ان هو اللي هيعمل الزياده بس العاديه لكن تبص تلاقيهم لعبهم كله عمق طولي الحاجه الثانيه الكور الثابته هم الفرق دي بتلجا ليها في الماتشات دي فعشان كده في خطوره في الكور الثابته فلازم الوقفه في الكور الثابته كويسه لانه هم ما يقدروش يجيبوا جون الا بكره طويله والكره الثانيه تنزل تترد تتشاط او تتلعب من كورنر علشان كده افتكر ان الثلاثه بتوع نص الملعب اللي حاططهم مع الثلاثه اللي قدام طاهر محمد طاهر وكهربا وشريف افتكر مع الحته الدفاعيه بتاعت الناس الجداد اللي لعبوا بيكام ولعب محمود وحيد المهم هنا بنون وياسر ابراهيم لان اللي هيبقى عليهم الشغل الكتير والرده بتاعت اليو ديانج وحمدي فتحي في الكره الثانيه واكرم توفيق في الكره الثانيه دي مهمه جدا بس اسلوب اللعب زي ما انت قلت ان هو هيتغير النهارده واعتمد اكتر على الكرات الطوليه دي مش شخصيه النادي الاهلي مش الاهلي
ده هو اللي يتلعب قصاد الاهلي كور طويل، عشان كده هو عامل دي. انا بقول لك كابتن ايه، ان الاهلي ما ينفعش تحضر معاه مع الفرقه دي، الفرقه كويس. دي مش هتحضر كويس. عشان هتلعب لك طويل، عشان كده انا قلت لك ان الثلاثه بتوع نص الملعب اللي حطيتهم موسيماني، انا بتكلم على الفرقه الثانيه علشان الكره الطويله والرد، عشان كده الشغل هيبقى على بنون وعلى بيكام وياسر ابراهيم واحمد محمود وحيد ومحمود وحيد. الاربعه انا بقول لك انه الكور الطويله هم اللي يلعبوها مش انت اللي تلعب. انت كمان مش هتعرف تلعب لعب مباشر على الارض وبتتحرك. هو مش حاطط بلاي ميكر، مش حاطط لعيب، عشان كده انا بقول لك هو ليه غير من لازم لاعب رقم 10 زي ما الكابتن علاء والكابتن اسامه والكابتن هاني بيتكلموا ان لاعب رقم 10 اللي بيبقى تحت المهاجم مش موجود، قفشة ناصر ماهر صحيح. مصابين، لكن انت تقدر تحط لاعب، ممكن تحط كهربا، ممكن تحط لاعب اخر احمد ياسر ريان مع وكهربا ينزل هو اللاعب رقم 10 لو هتلعب 4-2-3-1. لكن هو حاطط الثلاثه ديفندرات لهدف واحد بس، الكور الطويله اللي علينا، لان هم مش عارفوا يجيبوا جون الا كده، ولان هم هيلعبوا الطويل ويضغطوا عليك فانت لازم اللمه بسرعه. عشان كده بكلمك كابتن، انت كمان مش عارف تحضر، انت عامل ثلاث سرعات قدام عشان هتلعب الطويل، مش طريقتك لكن مضطر غصب عنك تعملها، زي ما احنا كنا لما بنروح افريقيا بنروح نلاعب فرق ما بتعرفش تنقل، هتنقل ايه في الملعب زي ده؟ ملعب سيء، ممكن الكره تخبط في رجلك، تخبط تروح واحد يروح يجيب جول. علشان كده دي الملاعب دي محتاجه التامين، محتاجه انك تحط الكره الناحيه الثانيه علشان تقدر انك تهاجم كويس، لكن هتعمل وهتحضر وهتشتغل صعب جدا في الملعب ده. وهتشوف ممكن برضو مع كلام عادل يا ايمن يكون هو معانا ارضيه الملعب، بسم الله ما شاء الله. اهو بقول لك مش هتعرف تنقل فيها كوره، يعني عشان تنقل فيها كوره ده ملعب المباراه. يا كابتن ده متهيألي ده من اسوأ الملاعب اللي احنا شفناها في حياتنا. بص اقول لك حاجه، الفرقه دي السنه اللي فاتت تعبت اتحاد العاصمه الجزائري، تعبتها من تغلبوا، ولكن تعبتهم في الملاعب اللي زي دي. عشان كده انا بقول لك الثلاثه اللي عاملهم موسيماني متمرس في افريقيا وعارف الظروف دي. علشان كده النهارده لما حطت الثلاثه ديفندرات ما اتكسبش انه يلعب بثلاثه ديفندر مع فرقه اقل. لا انا من رايي نركز لعب الغيط اللي نركز اللعب في الحته الصفراء بس دي. والله دي اكتر حته مستويه خالص في الملعب. انا كنت عايز اوريك حته جوه ال 18. قول لي بقى نحضر ازاي فيها دي يا كابتن في الملعب ده؟ تحضر ايه ده؟ يبقى انت لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل تجاري الفرقه بنفس الشكل. في حاجه تانية من الثلاثه الارتكاز اعتقد برضو انه عشان يحمي بيكم ومحمود وحيد. محمود بيكم اول ماتش ليه رسمي مع النادي الاهلي في افريقيا، ومحمود وحيد بقاله كتير ما بيلعبش، فممكن يكون حاطط اكرم توفيق، انا متوقع يعني اكرم توفيق ناحيه بيكم ومحمدي فتحي ناحيه محمود وحيد على اساس يحميهم شويه. بس خلي بالك معناها كده ان احنا هنفتقد الدور الهجومي لبيكم ومحمود وحيد. لا ومش معنى انه كده انه مش هيهاجموا، لا ما يا ايمن الطريقه على فكره الطريقه ما بتلعبش ادائك انت في الملعب والافراد يعني في فرق كتير بتلعب 4-3-3 وفي فرق بتلعب 4-2-3-1 وفي فرق بتلعب 3-4-3 مش المهم الافراد اللي بتنفذ، فهي متوقفه على قدرات حمدي فتحي لما تبقى معاك كوره وهو بيهاجم، او اكرم توفيق اذا كان هيلعب ناحيه اليمين وقدامه طاهر يعني. بس كابتناني قبل ما نرجع لك هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. وبنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وزي ما قلنا ونوهنا قبل الفاصل ان المباراه مذاعه حصريا فقط على قناه النادي الاهلي وعلى قناه النادي الاهلي في اليوتيوب. يلا بينا نروح مع بعض لملعب المباراه، ملعب الجنرال سيني كوانشفي، ونشوف مراسلنا فاروق صلاح واخر الاخبار عنده، ونعرف ايه تاثير الملعب على اللعيبه وانطباعات الجهاز الفني عن الملعب. ازيك يا فاروق؟ طبعا برحب بحضرتك يا كابتن ايمن هنا في ملعب الجنرال سيني كونيتشي بالعاصمه نيامي، وبدايه مشوار فريق النادي الاهلي للبطوله العاشره بمشيئه الله دوري ابطال افريقيا دور ال 32 ومباراه الذهاب امام فريق سونيديب. يعني انا عايز اخد راي حضرتك يا كابتن ايمن، ارض الملعب حلوه
شايف الملعب ازاي؟ والله انا شايف النهارده الملعب ده من اسوء الملاعب اللي شفناها في حياتنا. يعني انا والنجوم كلهم اللي معايا النهارده بيقولوا ان ده من اسوء الملاعب اللي احنا شفناها في افريقيا. كنت عايز اعرف منك كمان انطباعات اللعيبه عن الملعب. دايما يعني كان ليا حديث بالظبط يا كابتن ايمن، كان ليا حديث مع اللاعبين والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان عن الملعب. الجميع ادى استيائه من ارض الملعب. يعني الملعب احنا كنا بنتمرن عليه بالامس، الملعب المركز التقني التابع لاتحاد الكره بدوله النيجر، كان افضل بكتير جدا من هذا الملعب. طبعا ارضيه الملعب الكثير من اللاعبين قالت ان الكره اللي احنا بنلعبها دايما عمليه التحضير والتدرج بلجمه، ارض الملعب هتعوقنا في تنفيذ هذه الامور. لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لي الخبرات اللي بيتمتع بها لاعبي النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله قادرين على التعامل مع هذا الملعب رغم صعوبه الملعب. وزي ما انت شايف يا كابتن ايمن، احنا في درجه حراره يعني بتتجاوز ال 37 درجه مئويه، درجه الحراره عاليه جدا ونسبه الرطوبه عاليه، لكن ان شاء الله خبرات لعيبتنا ان شاء الله تتعامل مع هذا اللقاء ونتجاوز عقبه اللقاء اليوم. طب انطباعات اللعيبه نفسها عن الملعب، هل حد اشتكى من ارضيه الملعب؟ بالفعل يا كابتن ايمن اللاعبين يعني بقى يعني كان ليا كلام مع بدر بنون وايمن اشرف. يعني انت عارف ان بدر بنون وايمن اشرف الاثنين اللي بيعملوا عمليه تحضير الهجمه وبناء الهجمه من الخط الدفاعي، فبالنسبه لهم عمليه التمرير والكره اللي هتلعب على الارض كان امر صعب جدا. يعني انت تلاحظ ان النادي الاهلي عامل تغيير في التشكيل في طريقه اللعب، ان النهارده بدر بنون هيلعب بجواره ياسر ابراهيم، وبالتالي النادي الاهلي يعني مش هيركز شويه في عمليه التحضير وبناء الهجمه من تحت. ايضا الجهاز الفني طبعا فضل ان هو يريح علي معلول نظرا يعني لصعوبه ارض الملعب وعمليه شكل الكوره والتدرج بالهجمه اللي انت بتلعبه اكيد هيعيق بعض اللاعبين، وبالتالي يعني نقدر نقول ان شاء الله اللعيبه الموجوده في ارض الملعب تتجاوز هذا الامر. طبعا الجهاز الفني فضل ان هو يريح خارج اللقاء علي معلول ومحمد شكري ومصطفى شوبير. طبعا عايز اطمنك ان علي معلول سليم ما فيهوش اي حاجه، ولكن هي رؤيه فنيه وهو فضل الجهاز الفني ان هو يريح برغم سوء حالة الملعب، ولكن احنا شايفين من التسخين لعيبة النادي الاهلي انهم عندهم التصميم والارادة للمكسب النهاردة ان شاء الله من بداية مباراة النيجر النهاردة. يعني انا مش هزيد على كلام حضرتك بالظبط يا كابتن ايمن، انت لمست نقطه في غايه الاهميه. عايز اقول لك ان انا لمست من اللاعبين منذ يعني وصلنا مطار القاهره، تشوف شكل اللاعبين واستعدادهم، ما تقولش ان ده فريق واخد بطوله افريقيا لسه من كام يوم، لا اللعيبه مركزه، اللعيبه عندها حاله انت عارف الشغف لعيبه النادي الاهلي. يعني انا كان في كلامي وحديثي مع اللاعبين لا اللعيبه خلاص نسيت صفحه البطوله الافريقيه، احنا بطل افريقيا ولكن ده في الماضي، احنا دلوقتي بنركز في بكره. اللعيبه عندها تركيز، اللعيبه عايزه تفرح الجماهير. بدر بنون يعني اللي كان ليه حديث مطول معاه قال لي انا قبل ما اجي النادي الاهلي او يعني اول ما بدات المفاوضات انا جاي وانا عارف ان انا جاي نادي كبير، جاي ان انا مع نادي لو هلعب 10 بطولات انا مطالب بال10 بطولات، فدي الشيء مهم جدا ده على للاعيب جاي من بره النادي الاهلي، فما بالك باللعيبه اللي موجوده وعايشه جوه النادي الاهلي. شخصيات لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يعني خلاص اللعيبه مركزه ان هي ان شاء الله نتجاوز هذا المباراه ونركز في مباراه الاياب، ومن ثم ان شاء الله نستكمل المشوار ونحرز البطوله العاشره بمشيئه الله باذن الله ان شاء الله. هل ملعب المباراه النهارده فاروق كان ليه اثر كبير في طريقه لعب النادي الاهلي؟ بالفعل انا عايز اقول لك يا كابتن ايمن، يعني لو النادي الاهلي ادى مران واحد على هذا الملعب وكان اول امس نظرا لكان اقامه لقاء في الكونفدراليه بالامس كان بيجمع ما بين شبيبه القبائل الجزائري وبطل كاس دوله النيجر، ف يعني النادي الاهلي ما اتمرنش عليه بالامس، اتمرن مران واحد يعني اول مران لدى وصول فريق النادي الاهلي. اللعيبه نفسها طريقه اللعب للنادي الاهلي يعني بالتالي انت عارف ان النادي الاهلي كمان بيفتقد لمركز 10، بالتالي مستر بيتسو موسيماني يعني وبالتواصل مع مستر كيفن جونسون قرر انه يلعب بثلاث لاعبين في منتصف الملعب، حمدي فتحي واليو ديانج واكرم توفيق، وبعض التعليمات لاكرم توفيق ان هو يميل شويه على الجانب الايمن اللي فيه احمد رمضان بيكهام. اكيد طريقه لعب النادي الاهلي مختلفه، يعني احنا شفناه في التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على هذا الملعب كان طريقه لعب النادي الاهلي مش الطريقه المعتاده، يعني انت مش دايما بتلجا للكور الطويله، هيبقى في شغل شويه الكرات الطويلة. الكرات العرضيه استغلال يعني الكرات العرضيه واستغلال ايضا يعني عمليه الكرات الثابته، انما عمليه التحضير على في ارض الملعب وان انت تبني، انت حضرتك شايف معايا الارض الملعب عامله ازاي يا كابتن ايمن، عمليه تحضير الهجمه والتدرج بالهجمه هتبقى حاجه صعبه جدا، لكن اللعيبه ان شاء الله قادرين ان شاء الله على التعامل مع هذا اللقاء. في جمهور عندك في الملعب يا فاروق؟
احنا مش شايفين بصراحه. يعني اقدر اقول لك ان في بعض الافراد كابتن ايمن يعني انت بعض الجماهير الموجوده من افراد الجاليه المصريه والعربيه، طبعا الاتحاد الافريقي كان ما قرر ان هو عدم حضور الجماهير، جماهير النيجر كلها كانت بتمني النفس ان اللقاء يكون بحضور جماهيري. كانت الجماهير ملئت جنبات استاد الجنرال سيني كونيتشي، الاستاد اللي بيتسع ل 35,000 متفرج. هيبقى متواجد معانا بعض افراد الجاليه المصريه والعربيه، يعني مش هتجاوز من 100 ل 150 فرد من جانب افراد الجاليه المصريه والعربيه المشجعين للنادي الاهلي وبعض الافراد المساندين لفريق سنوديب. شكرا يا فاروق، وان شاء الله نهني بعد المباراه باذن الله. زي ما شفنا طبعا ملعب المباراه، يعني زي ما الكابتن عادل وكابتن علاء مهوب وكابتن اسامه عربي وكابتن هاني العجيزي، ان الملعب يعني ما يتحملش ان انت تلعب فيه كوره. الحمد لله على السلامه يا كابتن جيت من نايجر. الحمد لله بسرعه. شفنا ارضيه الملعب بصراحه وانا راجع كانت رجلي هتغرز. كابتن اسامه متهيألي من اسوء الملاعب اللي احنا شفناها في حياتي. بس يعني في ايامنا ايام لعبنا على ملاعب زي كده. لا والله لعبنا في ملاعب على اوسخ من دي كمان. علاء طبعا قصدك اسوء من دي. اسوء من دي 79 و80 و80 وعادي والكنين. لا وهاني شفنا ملاعب اوحش من دي. لكن ان شاء الله سرعات كهربا ومحمد شريف اعتقد خاصه ان هم الفرق دي تملي تلاقي خط ظهرهم في مشاكل كبيره. ايوه فاعتقد ان شاء الله محمد شريف وبالذات محمد شريف وكهربا بسرعتهم وقربهم من الجون سهل يجيبوا جوان ان شاء الله هناك باذن الله. يعني كابتن هاني رؤيتك لتشكيل نادي الاهلي، وهل كان في مفاجآت بالنسبه لك في التشكيل؟ والله يا كابتن ايمن يعني هو الراجل بصراحه مش عايز اقول حظه حلو لاصابه الناس طبعا، لان طبعا يعني هو طبيعي ان هو كان كده هيلعب اي حد هيلعب بالثلاثه في نص الملعب. أيوة. احنا لو اتكلمنا مع الكباتن الكبار اللي موجوده، لو قلت ان انت راح تلعب فرقه في النايجر وانت ما تعرفش عنها اي حاجه وفي بطوله افريقيا او اول ماتش في البطوله، فطبيعي يعني بديهي كده هتقول هلعب بثلاثه في نص الملعب. فالراجل يعني ما فيش عنده اي مشكله خالص ان هو يلعب بثلاثه في نص الملعب. هو الفكره كلها في بيكهام النهارده اللي هو كانت مفاجاه لينا بصراحه، هو محمود وحيد وعدم لعب علي معلول. طبعا النهارده برضو الراجل يعني بيبص لقدام، الراجل ما بيبصش تحت رجله، الراجل بيبص ان انت عندك ماتش يوم الاثنين يا كابتن ايمن مع نادي الزمالك ولسه مش عارفين اذا كان هيتلعب ولا لا. بس الراجل برضو بيحط يعني اسوء ظروف ان الراجل لو هتلعب يوم الاثنين انت عندك برضو العناصر اللي بقالها فتره بتلعب وعندك سفر وتعب وارهاق على اللعيبه. فده ذكاء منه ان هو يريح النهارده علي معلول ويريح محمد هاني. انا شايف ان التشكيل مناسب لحد ما للمباراه، يعني المباراه برده مش قويه قوي، نقدر نقول ان المباراه يعني ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يخلص. وشايف التشكيل زي ما الملعب برده قلنا كابتن ايمن ان الراجل النهارده برده هيغير طريقه لعبه وهيبدا النهارده مش هيعرف ان هو يحضر، لان اللعيبه اكيد شايفه الملعب وكلنا شايفين الملعب يعني في حتت عاليه وحتت ما فيش فيها نجيله خالص. فدي تقريبا هيبقى عائق كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي بالذات الخط الدفاع اللي ورا. فاعتقد ان الراجل النهارده زي ما الكابتن عادل قال ان هو هيعتمد على اللونج بول ويعتمد على السكند بول والكره الثانيه على مجريات المباراه تماما يعني. بالنسبه للخط اللي في النص كلنا قلنا كلنا متفقين على الثلاثه اللي موجودين دول، انسب ثلاثه ان هم يقدروا يلعبوا طبعا لظروف المباراه ولظروف ارضيه الملعب. برضو اكرم توفيق من اللعيبه اللي عندها باور وبتجري كتير وانت فعلا محتاجه في ملعب زي ده وفي اجواء زي دي. خط الهجوم بالنسبه لنا طاهر وكهربا وشريف، انا شايف ان الثلاثه دول في التوب فورم بتاعهم بقالهم فتره ما شاء الله ماشيين كويس. طاهر غاب عندنا الماتش اللي فات، لكن طاهر كلنا عارفين ان هو لعيب كويس ولعيب مهم، واعتقد ان الراجل يعني بقى عنده مثلث هجومي، او مش عايز اقول مثلث، مش عايز انسى حد من الناس اللي موجوده بره زي مروان زي الناس اللي زي اجايه، الناس دي برده ليها عامل كبير في الفرقه. اعتقد ان الراجل بقى عنده لعيبه كتير جدا كويسه يقدر يختار منهم من الانسب ان هو يبقى موجود في المباريات القادمه في الدوري ان شاء الله في بطوله افريقيا. محمد شريف اثبت زي ما الكابتن علاء قال، اثبت نفسه المباراه اللي فاتت، ويعني زي ما عايز اقول ان هو الراجل دخل قلوب الناس بطريقه سريعه جدا وقدر ان هو يعني
يدي امل للناس ان في لعيب كويس اسمه محمد شريف هيقدر ان هو يبقى موجود في المركز الاسترايكر، وهيبقى في منافسه قويه مع مروان. كهربا نفس الكلام، ماشي كويس الفتره اللي فاتت ومستواه بيزيد، وعند كهربا عنده حاجه كويس قوي ان هو بقى بيعرف يجيب جول حتى لو هو وحش. الماتش اللي فات كابتن ايمن شفنا كهربا مضيع 3 كور سهلين جدا، بس قدر ان هو يجيب، وده انا اشدت بيها المره اللي فاتت، ان انت ازاي ان انت في عز ما انت بتضيع وفي عز ان انت ما عندكش توفيق، ازاي ان انت تقدر تحرز اهداف، ودي حاجه كبيره يعني مش اي لعيب عنده الحاجه دي. بس هو يعني انا شايف ان التشكيل مناسب لحد ما، ان شاء الله باذن الله مجريات المباراه تكون في صالحنا، وطبعا عامل الجو وعامل الملعب ان شاء الله لعيبه الاهلي عندها خبرات كبيره جدا، وعندها يعني هيقدروا ان هم يستوعبوا الظروف اللي هم بيلعبوا فيها، وعندك ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحرز هدف مبكر يريح الجميع ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء، من تشكيله السونديب اللي احنا جات لنا من شويه بيلعب بطريقه 3-5-2 ده على الورق، هل بدايه النادي الاهلي هتكون متوازنه ولا هيبقى ضاغط من قدام كعاده النادي الاهلي دائما؟ على حسب الفريق الثاني هيلعب ازاي، هل هو بيحضر بيلعب كوره طويله؟ لو مش بيحضر فانت مش هتقابله قدام، مش ما هو مجهول بالنسبه له، هو مجهول لك ان هو اكيد اتفرجوا عليه، وطريقه اللعب 3-5-2 احنا بنتكلم دايما على الورق. مظبوط، 3-5-2 دي يعني هي طريقه الناس بتقول عليها طريقه دفاعيه. أيوة. في ناس بتاخدها دفاعيه. أيوة. لكن هي العناصر اللي بتادي هي بتخليها هجوميه. معانا على الشاشه احماء اللعيبه، احماء اللعيبه، لكن على حسب الطريقه. النادي الاهلي ما بيستناش ايمن من وقت موسيماني بالظبط، دايما بيقابل من قدام على طول، بيعمل ضغط على طول في كل مباريات، كره ما تمشيش على الارض، ما هي خلاص بقى يعني انا اتعامل معاها وخلاص. الفكره بس انا يمكن اسامه اتكلم في نقطه كده بسرعه، بس يعني هي موجوده يا جماعه، ايام لعبنا على اراضي اوحش من كده بكتير، وكانت الامور يعني بتعدي الحمد لله. لكن اللي انا عايز اقوله بس ان مش عايز عامل الارض يبقى في دماغ هو الاساس. انت فاهمني يا ايمن؟ لان ما ينفعش انزل خلاص الملعب وحش هتعامل معاه، ما هو لعيب الكوره بيتعامل مع كل اجواء. مطر، حر، في رطوبه عاليه، في برد قوي، الارض وحشه الارض حلوه، انت لعيب كوره في النادي الاهلي ولعيب في مستوى معين، انت لازم تتعامل مع كل الاجواء اللي حواليك. ملعب وحش يعني مش عايز جري بالكوره، ده كان عايز بيتكلم مش عايز جري بالكوره خالص النهارده. النهارده اقصى حاجه كوره بتسلم وتستلم وتتحرك مش اكتر من كده، لكن جري بالكوره مش هينفع. لازم تعمل دايما حساب الكوره الثانيه ان هم اكيد بيعتمدوا عليها، ان هو اكيد حافظ الملعب عنك اكيد وعارف هيلعب ازاي، لكن انت عندك في حاجه في ايدك انك لعيبتك طبعا مهاره اعلى جماعيا وفرديا، طريقه لعبك يلا هتفرض اسلوبك من بدايه المباراه، حتى لو الارض مش هتساعدك للمره مليون انت تبقى واضح انت عايز ايه في مباراه. أيوة. لو الناس بتحضر يبقى انت بتلعب ضاغط كعادتك، انت مش هتغير طريقتك. أوه. واضح ان مستر موسيماني رفضه التام ان هو يغير طريقته في الملعب. أوه. مهما كان بيلعب الخصم او المنافس هو ما عندوش مشكله مع حد خالص، هو طريقته معينه مدرب لعبته عليها فهو ما بيغيرهاش، فهو مش هيغير طريقته خالص النهارده. كويس، بس الخصم عارف قوه النادي الاهلي. كويس، فاعتقد انت قلت احيانا تبدو دفاعيه الطريقه ديت على حسب الفريق، لكن واضح ان هو بيلعب دفاعي. بالظبط، ده اكيد. بالزبط. اكيد يا ايمن، انا بقول لك على حسب الفريق وعلى حسب ترتيب الفريق. أي. يعني مثلا ممكن فريق بيبقى متصدر الدوري بيلعب 3-5-2، على فكره احنا لعبناها مع مستر فايتس بقى الله يرحمه، 3-5-2 لعبناها وكنا والنادي الاهلي متصدرين بيها الدوري وخدنا بيها بطولات. هي على حسب طريقه لعبك، طريقة أدائك، طريقة الأفراد اللي عندك. 3-5-2 دي اللي قدامي دي دفاعية بحتة يا أيمن. مزبوط. هو مهما كان أنت بتلعب على أرضه هو عارف بيلعب مين. أي. هو عارف تاريخ النادي الأهلي كويس قوي، هو من طريقة كلامه المدير الفني فرحان إن هي قابل النادي الأهلي. أنت متخيل المدير الفني فرحان إن قابل النادي الأهلي النهارده؟ رئيس النادي كمان. كل البلد كلها أكيد فرحانة يعني طبعا. أنا متأكد إن البلد كلها فرحانة إن وجود النادي الأهلي. أيوه. بطل أفريقيا ونادي القرن والبطولات كبيرة قوي، ف دي بيديهم دفع هاني ان هو فرحان، بس الدفعه دي هتبقى عنده حماس كويس قوي في الملعب. ما ينفعش يبقى انت عكس، ما ينفعش يبقى انت مقدم بتقابل الحماس والجديه بهدوء وتخاذل، لا ما ينفعش خالص. ودي اعتقد الموضوع ده منتهى خالص لعيبه النادي الاهلي. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن اسامه عرابي ونعرف منه ايه الاوراق الرابحه اللي ممكن يعتمد عليها النادي الاهلي النهارده في مباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا.
وبنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. سلامة، من تشكيل النادي الاهلي نقدر نقول ايه الاوراق الرابحه للنادي الاهلي النهارده؟ الاوراق الرابحه متمثله في الثلاثي الامامي، لان انت تقول رابحه يعني مفروض ان رابحه هتكسبك. الخط الخلفي اعتقد التغيير الكبير اللي عمله مستر موسيماني زي ما احنا اتفقنا انه اكيد هو شايف الفرقه كويس وعارف ان هي مش المستويات الكبيره، فمش هيغير ثلاثه في خط الظهر مره واحده في كده، لكن هيبقى ليهم دور كبير جدا جدا جدا، خاصه احنا شايفين الملعب مش حلو، هتلاقي دولت الافارقه عندهم ميزه على طول، عندهم بيحبوا اللعب الجري الكتير واللعب الطويل وبيجروا ورا الكوره، بالذات الفرق الصغيره. انا مش بتكلم على الفرق اللي هي متمرسه في البطولات وبتلعب كره سهله على الارض وبتاع، فهتلاقي برضو الخط الخلفي عليه عبء انه لازم يبقوا مركزين كويس جدا ويركزوا في الضربات الثابته، يركزوا في الكور الطويله هتبقى ممكن فيها عشوائيه شويه احيانا، فعليهم دور كبير. لكن الثلاثه الامنين هم اللي يقدروا يكسبونا، بالذات انا قلت انه شريف بسرعته هو وكهربا وطاهر، وطبعا برضو نص الملعب. انت كل الفرقه هتبقى ليها دور في مكسبك، لكن لو حددنا حد اكتر الناس اللي هتستغل الفرص اللي هتجيلك، لان اي جون انت بتجيبه هناك يعني ان شاء الله، انا متصور ان شاء الله هنكسبهم هناك، بس حتى لو مش كده اي جون بتجيبه هناك لو النتيجه طلعت 1-1 اي نتيجه انت جبت جون سهل قوي تكسبهم هنا سكور يعني باذن الله يعني. فاعتقد انه كمان الضربات الثابته هتبقى مؤثره جدا جدا جدا، لان الفرق دي بالذات الفرق اللي هي خبراتها صغيره مش متمرسه، اي حاجه فيها شيء تكتيك خططي تريكات والحاجات دي بتروح عليهم. مزبوط. ما بيبقوش مش زي صح. الفرق الكبيره زي الترجي او مثلا الوداد، يعني في فرق تقيله. مزبوط. لكن الفرق اللي هي مش متمرسه قوي دي الحاجات الخططيه، فالضربات الثابته هتبقى مؤثره. مع زي ما قلت لك استغلال بقى الفرص من كهربا وشريف، لان انا متوقع انه حتى لو هم بيلعبوا 5-3-2 او 3-5-2 او اي اسلوب هم بيلعبوا بيه، اعتقد ان هيبقى عندهم مشاكل في الخط الخلفي عندهم. اعتقد كده يعني. كابتن عادل، كابتن اسامه قال ان الخط الامامي هو اللي هيبقى الورقه الرابحه للنادي الاهلي النهارده، وملعب مباراه اصلا مش كويس، والتحضير زي ما انت قلت ممكن ما يكونش كتير النهارده، هل معنى كده ان احنا مش هنشوف تقدم هجومي للظهرين اللي عندنا محمود وحيد واحمد بيكهام طوال المباراه، او حتى مثلا بعد بدايه المباراه بشويه؟ يمكن انت هتشوفها في الكره الثانيه، بس التقدم هيبقى في الكره الثانيه لما انت هتلعب اللعبه اللي قدام، مش هتطلع بيها من تحت، لكن لما هتلعبها لقدام ممكن تترد تجيلك في المنطقه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، تعمل الكروس وتعمله قريب، مش هتقدر توصل وتعدي وتشتغل فيه، لانه كمان السنة اللي فاتت النسخة اللي هم خرجوا فرقة النيجر خرجت منها، النسخة اللي فاتت كانوا بيلعبوا اتحاد العاصمة، اتغلبوا على الملعب ده 2-1 وراحوا اتغلبوا بره 3-1. لما اتغلب الجنين اللي جابوهم تحس ان هي كلهم كور طويلة، حتى لما كانوا بيلعبوا في الجزائر. لكن النهارده انا بتكلم على النادي الاهلي، السؤال اللي انت قلته يا كابتن ايمن، يعني التكمله بتاعه الاطراف ولا تكمله لعيبه نص الملعب؟ التكمله هتبقى عباره عن تكمله للكره الثانيه السكند بول، ان انت هتروح قدام علشان تستحوذ على الكوره الانتشار بتاعك، لكن صعب جدا انك تروح بهجمه منظمه، ممكن تتعمل الهجمه المنظمه ولكن في نفس الوقت تنجح منها حاجات، يعني انت لو عملت 10، انت شفت لما انت كنت في النيجر دلوقتي وانت في الملعب مع فاروق، كان في تسخين وراه مين؟ كان اتنين لعيبه بيسخنوا. مظبوط. اهم حاجه بيشتغلوا على ايه؟ الباص الجامد في الاستلام. ايوه، انا يعني لاحظت الامر ده. الاتنين كانوا بيلعبوا مع بعض باص بس، صح، وحتى اللعيبه اللي هم كانوا بيسخنوا اللي هيبداوا قدامهم، كان الاحتياطي اللي كانوا هيبداوا المباراه. مظبوط. اللي حصل برده كان في باص جامد في الرجل. مظبوط. ولكن اهم حاجه كان في الحاجات الهوائيه. لان النهارده المباراه هيبقى فيه الخصوم هتبقى 2 في كره هوائيه على طول. صح. علشان كده انا بتكلم بقول ابعد عن الكره تطلع كتير كورنر،
حتى الاود الجنب بيلعبوه طويل جوه ال 18 وبيطلع سيرد باك من السيرد باكات الطويله بيطلع علشان يزحلقها ويلعبها. انت هنا عامل زياده عدديه ليه؟ علشان الكره الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها. كويس. كده انا بقول لك ان مباراه النهارده مباراه القلب. ايوه. القوه. ايوه. مش مباراه سيستم، مش المباراه ان انت هتأدي اداء عالي قوي. انت مباراه بتخلص زي ما كنا بنروح نلعب المباريات، بنروح نخلص المباراه بشكلها مش بلعبها. يعني احنا احيانا لما كنا بنروح نقول ايه، اول حاجه الفرقه حتى لما كانوا بيلعبونا بالكور الخفيفه اللي كانوا يشيلوا الكور ويحطوا لنا كور خفيفه عشان تتلعب قدام طويل قوي، النهارده النادي الاهلي المباراه دي ان شاء الله يعديها امتى؟ لما يعدي البدايات بتاعت حماسهم بس ان شاء الله. يعني طبعا من ضمن نجوم النادي الاهلي اللي بيبقوا فارقين معانا جدا ومصدر قوه للنادي الاهلي كابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، وجوده دايما بيدي ثقه ودفعه معنويه جدا لزمايله. معانا ارقام محمد الشناوي و هتطلع لنا دلوقتي على الشاشه. ده الموسم اللي فات في افريقيا، عدد المباريات 13 مباراه، دخل مرماه 7 اهداف و6 مباريات كانت شباكه نظيفه تماما، وتصدي تصديات في المرمى من التصويبات 30 من 37، ودي نسبه عاليه جدا جدا جدا، وضربه جزاء تصدي 1 من 1. كابتن هاني، وجود محمد الشناوي دايما بيدي دفع معنوي كبيره جدا. اكيد طبعا، واعتقد ان ده من العناصر المهمه جدا جدا في النادي الاهلي اللي لا يمكن الاستغناء عنه. اكيد طبعا يا كابتن، لما يكون عندك حارس مرمى منتخب مصر وراجل لعب كاس عالم واخد لسه بطوله افريقيا، ويعني انا شايف ان الشناوي بصراحه يعني بيمر فتره من احسن فترات حياته كرويه، خلاص بقى يعني بقى عنده ثقه كبيره جدا في نفسه، وحتى زملائه انا شفت حوار للشناوي كان في احد القنوات المداخلات كلها من زمايله بيتكلم عليه، بيقولوا فعلا ان هو ازاي بقى قائد في الملعب، وازاي ان هم بيعتمدوا عليه اعتماد كلي في المباريات المهمه زي النهائي وقبل نهائي بطوله افريقيا، وقد ايه كان ليه دور كبير فعلا في التوجيه مع زمايله في اداره المباريات. وحتى مستر موسيماني شفته في قناه الاهلي هنا كان بيتكلم عليه، وقد ايه ان هو اول ما جه كان بينه الشوطين بيتكلم مع اللعيبه، ساب الشناوي يتكلم معاهم تقريبا، كان ماتش الوداد تقريبا او حاجه، جه يتكلم ساب الشناوي الشناوي قال لك الشناوي عارف اللعيبه كويس اكتر مني، ولسه هو يعني بيعرف ازاي يوصل الكلام للعيبه، وده حاجه مهمه جدا لما يكون عندك لعيب بقيمه الشناوي او لعيب، يعني ايام ما كنا بنلعب كان في لعيبه كبيره قامه كبيره زي ابو تريكه وزي بركات وزي متعب والكابتن وائل جمعه، الناس دي كلها طبعا مع ذكر حفظ الالقاب طبعا، لما يكون عندك عدد كبير من اللعيبه الكبيره يا كابتن ايمن ده بيخليك انت نازل الماتشات بتبقى عندك اريحيه ان انت يعني خلاص بتعتمد على الناس دي ان هي هتقدر ان هي تشيلك في مواقف كبيره زي ما شفنا الوداد. وجود الشناوي كحارس مرمى عالي في النادي الاهلي دايما بيدي اللعيبه اطمئنان جوه الملعب. بالظبط بالظبط، وده اللي انا بقوله يا كابتن ايمن، يعني هو انا يعني في لعيبه صغيره موجوده في 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 في, في النادي الاهلي دلوقتي، وفي لعيبه لسه جايه جديده، اعتقد ان لما يلاقوا واحد زي الشناوي وازاي ان هو بيقود المجموعه، واكيد بيديلهم يعني اطمئنان في الماتشات الكبيره بالذات، يعني زي ماتش الوداد اللي فات وماتش الزمالك، يعني الراجل بصراحه الشناوي بقى عنده شخصيه، ودي ميزه مش 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 يعني ربنا ما بيخلقهاش عند اي حد، ان انت بقى عندك ثقه او حته القياده دي ان انت تقدر تقود مجموعه، ومجموعه لعيبه في النادي الاهلي، يعني مش مجموعه لعيبه في اي نادي تاني، لا في النادي الاهلي كمان، فدي بتبقى بتعمل عائق اكتر عليه يعني. أيوه. بس فاعتقد ان مش الشناوي لوحده يا كابتن، يعني في لعيبه برده كبيره في السوليه دلوقتي برده يعني موجود معاه، وفي علي معلول برده من اللعيبه الكبيره اللي المفروض ان اللعيبه يعني بتتاثر بيها في الملعب. خلاص النادي الاهلي يا كابتن بطوله افريقيا اللي فاتت دي ادت انطباع للناس وللفرق واللعيبه حتى اللي موجوده في الملعب ان يعني النادي الاهلي بقى عنده لعيبه كبيره، وان شاء الله ربنا يكرمهم باذن الله في البطوله دي ان شاء الله ياخدوها ويوصلوا للجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي مع مستر مانويل جوزيه، وان هم يقدروا ان شاء الله
يوصلوا للمكانه دي باذن الله. كابتن علاء، النادي الاهلي كالعاده هيبدا ضاغط من قدام. انا قلت لك دايما على حسب الفريق، يعني لو هو معاه ضربه البدايه وبيحاول يحضر او بيحاول يستلم الكره كده يبقى ضاغط من قدام. لو بيلعب على الكره طويله وواضح طبعا ما عندوش حاجه اسمها تحضير الفريق ده طبعا، لكن دايما حتى لو بيلعب كره طويله دايما هتلاقي الكره الثانيه في ضغط من لعيبتك. المهم جدا ان بقى الخطوط متقاربه جدا، لعيبتك كلها قريبه قوي خصوصا نص الملعب، ان هو واضح باعتماده كل اعتماد على كور طويله كور ثابته زي ما كان عادل بيتكلم، ان هو ما عندوش شروط لعبه ثانيه، يعني ده في الطبيعه ما عندوش شروط لعبه ثانيه، فما بالك بيلعب النادي الاهلي هو عارف قيمه النادي الاهلي، فهو ده كل اعتماده راس ماله، ضربات ثابته، رميات تماس، الكره الثانيه دايما. عشان كده دايما بقول لك انا النادي الاهلي بقى مقرب خطوطه كويس قوي ويلعب على الكره الثانيه هو يستحوذ عليها. الفرق اللي زي دي ايمن وكلنا يمكن جربنا افريقيا ممكن الكره الثانيه هي اللي تكسبك المباراه، لان وقفته الدفاعيه دايما بتبقى غلط، ودايما كنت بتفق مع اسامه قال كلمه مش للفريق بس، مش ده بس، كل افريقيا السمراء حتى باحسن فرق العالم فيها دايما عندهم مشاكل في القلب، قلب الدفاع دايما، الرقابه دايما او الرقابه العكسيه، دي عاده فيهم من زمان، حتى الفرق اللي هي ليها باع كبير او فرقه كبيره عندهم نفس المشاكل، ففريق زي ده اعتقد برضه عنده مشاكل كتير قوي في الوقفه الدفاعيه، بس مش في الهجمه اللي هي متشافه، دايما تستغل الهجمه المرتده، الفريق وقف غلط، مش منظم صح، لان هو واضح تنظيميا هيحاول يقفل عليك كل المساحات اللي موجوده. انت لو مدير فني بتبقى حاطط اكتر من سيناريو للمباراه زي المباراه دي. هو عنده سيناريو واحد ان هو على قد ما يقدر ما يدخلش ما يستقبلش هدف في الاول. ما يستقبلش هدف في الاول يبقى يعمل زحمه كتيره قوي في نص الملعب وقدام ال 18 وهيحاول دايما يقفل عليك المساحات. عشان كده بقول لك انا الارض مش هتساعدك انك تعمل التحضير اللي انت دايما بتلعب عليه. عشان كده بقول لك دايما استغل الكره الثانيه في الفراغات اللي هتبقى موجوده في السرعات اللي اتكلم عليها اسامه، ودي ميزه في الثلاثه اللي قدام سرعاتهم كويسه جدا، ودايما هتلاقي في فراغات في الفرقه دي، وهو بيهاجم مش هو بيدافع، وهو بيدافع ايمن هتلاقيه راصص لعيبته كويس قوي، لكن دايما تستغل حته ان هو مش وهو بيهاجمك وهو دفاعيا مش واقف صح، اللي هي المساحات والفراغات اللي كل على فكره دايما الدنيا كلها ومدربين العالم بيلعبوا على دي، بيلعب ان ازاي يستغل الكره وهو قام يقطعها بيبقى دايما الوقفه الدفاعيه غلط، تمركز الدفاع بالظبط. عشان كده بقول لك هو النادي الاهلي النهارده يلعب على استغلال الكره الثانيه كويس قوي، لو قدر يعمل استحواذ ويلعب اللعب العادي، على فكره هو اكيد النادي الاهلي هيجرب النهارده يلعب لعبه العادي، مش هينساق لحته اللعب الطويل وكده، وزي ما عادل قال كان بتكلم تقريبا عادل قال كلمه كويسه ان استحواذك على الكره الثانيه هيديك تفوق النهارده. كابتن اسامه، ازاي فريق سنديب تبتدي المباراه النهارده؟ هل هتبتدي الكابتن عادل قال ان هما هيبقى في تحفظ من بدايه المباراه. الكابتن علاء قال بناء على بدايه الفرقه السنديب هيبتدوا ازاي؟ النادي الاهلي هيبقى مش رد فعل ولكن بناء عليه وبناء على امكانيات لعيبته النادي الاهلي هيبتدي هو الرد عليه. بص الفرق افريقيا السمراء غالبا لو معهمش مدير فني اجنبي، اقصد اجنبي هو اجنبي عندهم من غانا. انا بتكلم الاجانب الاوروبيين تملي بالهجوم نمره واحد عندهم. يعني تملي مهما كانوا ضعاف مهما كانوا اقوياء تملي بيحبوا يلعبوا كوره هجوميه كتيره ولذلك بتلاقي عندهم مشاكل كتيره في خط الظهر. لكن انا ما اقدرش اخش جوه تفكير مدرب هم الغاني ده، ممكن جدا يكون عنده فهم كويس، ممكن يكون جدا عارف قيمة النادي الأهلي فيبتدي مقفل خطوطه ومش مستعجل، لكن دي ما اقدرش انا بقول لك اخد. لكن الاساس الافارقه السمر بيحبوا يهاجموا على طول من البدايه. يعني ده 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 يعني فكره عندهم عامه يعني. كابتن عادل هنشوف جول في الشوط الاول ان شاء الله للاهلي، يعني ربنا يكرم وناخد الكره الثانيه ونجيب جول ان شاء الله. كابتن علاء ان شاء الله في اهداف للنادي الاهلي. كابتن هاني ان شاء الله يا كابتن باذن الله. كابتن اسامه ان شاء الله في اهداف ان شاء الله. هنروح لفاصل وبعدين من الفاصل هنطلع سريعا على المباراه واحداث الشوط الاول ومعلقنا المتميز دكتور طارق ادوار. كل التوفيق للنادي الاهلي، ارجوكم انتظرونا بعد نهايه احداث الشوط الاول.